وهاد العميل عطاونا ما كيعطيناش الرخصة، حنا كتابعين بيع الشراء. دابا بيع الشراء شوية وما كانش شي زعما بحال كل رمضان. هاد العام كورونا بدلت شي حاجة؟ لا ما تبدل والو، ولا كاين في الأول هو اللي كاين بحال قبل بحال دابا كيف كاين. اللي قلة 26 كنعمل سكسو، كنعمل دجاج بلديين، كنمشيو للجامع، كنديو للصدقة للجامع السكسو، وكنصليو التراويح الجامعة ليلة 26 دار الصباح. ايوا هاد العام هذا انت كتشوف ان الانسان حنا كتابعين اللي يقولوا لنا سيدنا هو هذيك اللي كاينه. نتبعوا نطيبوا في الدار، من يمشي يطيبوا، من الانسان اللي عنده يطيبوا في الدار ديالو. انا هذيك يستعملوا في الدار ديالو والسلام، لكن انا نستعملوا في غير الديور ديالنا، ماشي زعما نديو شي حاجه للجامع ولا الجامع. ما كانش الجامع من رمضان، النهار اللي تبقى هاد الشيء هذا رمضان الجامع والجامع. كتكون اجواء ك الاعوام كامله اللي مولفين، كنعملوا سكسو، كيمشيو الناس من كيفطروا كيمشيو يصليو صلاة التراويح. دابا ما كاينش المساجد، يصليو في الدار ديالهم طبيعة الحال. لا كنطيبوا سكسو ضروري، نهار 27 كنطيبوا سكسو. واخا يكون كورونا ما كاينش شي مشكل صراحة. هاد كاينه بزاف ديال الأثمنة غالية، كديسير الخضرة هادشي. الانسان اللي ما عندوش راه ما يقدرش يعيش من طبيعة الحال. انا اللي عندي وكيجيني داكشي غالي، واحد اخر مسكين راه ما يلقاش ما يشري الخضره الديسير. واش غنقول لك اخاي ديالي، الاجواء اللي كانت ماشي بحال هذا العام هذا مع هاد كورونا ومع هاد المرض اللي كانت، انت كتعرف الاجواء شويه تبدلت، حيت الناس اش غنقول لك كانوا 26 كيجوزوها مع الاحباب ديالهم والاصحاب، كيتفارقوا ديك الفرحه مع بيناتهم كيفرقوها. وانت هنا كتشوف هذا العام هذا الله يبعد علينا هذا المرض والسلامه اخاي ديالي، وكنتمناو العام اللي ما جا ولا طوى ربي في العمر تكون شي حاجه مزيان. اول حاجه اش غنقول لك، هي العباده ضروري من ادم باش ربي كيغفر من كل شيء. وثاني حاجه انت هنا كتعرف العائلات كيتلاقاو مع بعضيتهم وكيصليو الرحم مع بعضيتهم، والاطفال كيفرحوا. انت هنا كتعرف سكسو الجوامع كيكونوا كيعمروا، والناس كتقسم الفرحه ديال 26. اش غنقول لك، دابا النص كبير عايم داك التقاليد اللي كانوا كيعملوا مع العائله ديالهم يعملوا غير في الدار ديالو والسلام. علاش كنعرفوا حنا ملي كنا صغارين كنمشيو للجوامع، النص كبير كان كيختم القران في داك النهار هذاك، ولا الاقل بنادم كان كيجيب، كل واحد كيجيب طبشه السكسو ديالو كيجيبو للجامع. ودك الاطفال صغارين بوبرانين كيفرحوا، الناس بوبرانين كان اللي ما عندوش وكاين عاوتاني كيمشي كيعطيهم صداقه، وتاني عارف داك الشيء هذاك. ايوا هذا العام بدل شويه، هذا العام قصحه مقصحين كاع بخطره، ماشي زعما ايوا تنزرزقوا الله بهاد الشويه وصافي. وحنا غاديين اللي تنديروا عام الاول غنديروا هاد العام، التقاليد ديال 26 غنديروها، ما يمكنناش نخالفوا القاعده. تنديروا الرفيسه بالدجاج البلدي ولا الرومي ولا داكشي اللي قسم الله، ولا اللحم ولا داكشي اللي قسم الله، كل واحد يمشي على قد حاله. لا ما كاين لا عائله، لا عندي العائله في مكناس ما تنمشي لاش دابا في هاد الكورونا. التران ما خدامه، الكيران ما خدامين، فاش غنمشي؟ ما كاينش، والله يطير علينا هاد الوباء. لا هاد الاجواء هاد العام ماشي بحال العام السنين اللي فات، بان هاد العام كاين نقص القضيه وما كاينش الرواج، وبنادم محبوس في الدار كيتسخروا بزاف، وكتكون عامره الدنيا، كتكون عامره الاجواء المدينه كلها، كتكون الرواج وداك الشيء كلشي. واش غا نقول لك، العام اللي فات كنديروا كلشي، كنديروا بغريل هذاك الرغايف كلشي كنديروا، كيتمشى كلشي. هذا العام شويه ناقصه القضيه. كنعملوا كسكسو، كيمشيو الناس للجوامع. دابا ما بقات لا تقاليد لا والو مع هاد كورونا، لا ما نختلطوش نبقى في ديورنا. لا بدل بزاف د الحوايج، ما بقاوش الناس كيمشيو للجوامع، كلشي ساد عليه. الناس مابقاش كتجمع، العائله ما يمكنش حتى واحد ما كيشوفش، ولينا جالسين غير في ديورنا ما كنخرجوا ما والو. ما كنشوفوش الناس اللي عزاز علينا، ما كيجيوش يفطروا معانا، ما غيدوزوش معانا الليله ديال 27. يعني راه الله يخرج هادشي على خير وصافي. كنتمناو كورونا تقاضى باش نخرجوا حتى حنا. حنا تقادينا وكورونا فقط. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.